الاجتماع الولايات المتحدة مع القادة الخارجيين، بدأ القادة اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي أوباما، وسنتابع الملف في الجزء الثاني. نذهب إلى الناتو، تعقد الدورة القادمة أو تعقد الدورة القادمة لاجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، تعقد اجتماعاتها في 13 و14 من مايو الجاري في بلدة بلاك تابعة لولاية أنطاكيا أو أنطاليا التركية. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن وزراء خارجية الحلف سيبحثون إمكانية قيام الحلف بمزيد من الإجراءات لمواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية. ودعت تركيا الدول الأعضاء في الحلف للتحرك حازم تجاه ذلك التنظيم، لما قال الأمين العام للحلف قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الحلف في أنطاليا التركية إن إحدى القضايا الهامة في هذا الاجتماع ستكون كيف يمكن للحلف فعل المزيد في مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم الدولة. كانت تركيا دعت أمس الثلاثاء إلى تحرك حازم من الدول الأعضاء في الحلف لمواجهة هذا التهديد الكبير. تعليق على هذا الموضوع ينضم إليه الدكتور سعيد الحاج، الكاتب والباحث في الشؤون التركية من اسطنبول. دكتور الحاج، هل هذا الاجتماع هو فقط مركز لمسألة مواجهة تنظيم الدولة؟ دكتور سعيد، أعيد لك السؤال دكتور سعيد، يعني هل هذا الاجتماع هو مخصص فقط لتنظيم الدولة أم ثمة ملفات أخرى مشتركة؟ طب دكتور، إذا كنت تسمعني، هذا المؤتمر لوزراء خارجية الناتو، أهلا بك، هل هو فقط مركز لخطر تنظيم الدولة أم ثمة ملفات إقليمية أخرى؟ مساء الخير أولا، إن كنت سمعت السؤال بشكل جيد، لا هو هذا اجتماع دوري لحلف شمال الأطلسي الناتو تستضيفه تركيا في مدينة أنطاليا، وليس موضوع النقاش الوحيد هو خطر داعش أو تنظيم الدولة على الإقليم. هناك موضوعان رئيسان على طاولة وزراء خارجية الدول أعضاء الناتو وحتى الدول أيضا المتعاونة معهما مع دول الناتو في بعض الملفات الإقليمية. هناك ملف أفغانستان وهناك ملف أوكرانيا أيضا، القرن باعتبارهما ساحتين تتدخل فيهما قوات الناتو بشكل أو بآخر، لكن تركيا باعتبارها دولة تستضيف هذا الاجتماع حاولت أن تركز أكثر على الفترة الإقليمية لتنظيم الدولة، وقد تطرح فكرة أن يكون التعامل مع هذا الملف حيث الناتو كمنظمة دولية بحيث تكون هناك خطة واضحة ومشتركة، بل بالعكس أكثر من ذلك حاول تركيا أن تستثمر اللحظة وتقول أن هناك حاجة لتأسيس قوة مهمات مشتركة تكون تركيا تقوديها ودولة إطارية لتنسيق عمل هذه القوة باعتبارها الدولة الوحيدة الموجودة على حيث ينشأ أو داعش. هنا تركيا تحاول مرة أخرى تعيد الموضوع داخل حلف الناتو، تعيد التأكيد مرة أخرى على أهميتها ومحوريتها في كثير من المحطات في منطقة الشرق الأوسط. هل يعني دكتور الحاج البعض يربط بين هذا الاجتماع وبين تحديد الملف السوري وطرح رؤية تركيا بإقامة منطقة عازلة؟ لأي مدى يمكن الحديث أنه قد يبحث القادة هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه تركيا تحاول أن تستثمر التغيرات. تسمعني دكتور؟ نعم تفضل. أنا حتى هناك نوع من حل أو رؤية معينة تبدأ وراءها في بعض العواصم، ليس خاف أن جوكر الأمريكي قبل الرجوع إلى أنطاليا في مؤتمر قمة الناتو هنا قد التقى مع بوتين لمحاولة نقاش حل سياسي ما في سوريا. تطورات مدنية تحديدا الموقف الإقليمي والتنسيق الذي تبدو بعض ملامحه بين تركيا والسعودية العرب السورية، يبدو أنه يدفع باتجاه ثورة حل سياسي يستثني بشار الأسد من مستقبل سوريا. مدى قدرة تركيا على إقناع دول الناتو بهذا الحل أو ذاك، أعتقد أنه مرتبط بالتطورات الميدانية أولا وأخيرا. أشكرك جزيلا دكتور سعيد الحاج، الكاتب والباحث في الشؤون التركية من اسطنبول. فاصل بعده نواصل مزيد من التقليب في هذه الملفات.